قصة الحضور المسيحي المشرقي كانت مدار حوار أجراه برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج الدكتور عودي قواس عضو مجلس الأعيان الأردني. وقد تركز حوار الحلقة حول القداسة في الأسبوع العظيم المقدس والأوضاع السيئة في مدينة القدس والمحاولات الرامية إلى إنهاء الوجود المسيحي فيها. وقد ناشد الدكتور قواس دول الخليج لدعم المؤسسات العربية في بيت المقدس حتى يستطيع أهلها الصمود فيها، كما ناشد العالم بحماية المسيحيين في المدينة المقدسة في ظل استمرار سلطات الاحتلال لتضييق الخناق عليهم وتهجيرهم. المزيد في هذا الحوار. أنت ترى هناك أزمة يواجهها المسيحيون، تحدي يواجه المسيحيون في القدس، عدد مسيحيين عم ترى، هل هناك هجرة تهجير؟ أين ترى ذلك؟ هل هو مبرمج؟ هل وجود المسيحي مستهدف؟ طبعا سيدي مستهدف، مستهدف إسرائيليا، وهذا واضح للجميع. الهجرة القسرية يعني هم ما بيجوا بيطردوك، ولكن بيضعوا جميع الصعاب بأنك تستطيع أن تعيش. أنت كان في القدس عندك بيت مساحته 100 متر وبدك تبني مثلا 50 متر عشان تزوج ابنك، ما بعطيكش الرخصة. فبالتالي هذا بتعمر بهدموا لك البيت، وإذا بتعمر بهدموا لك البيت، فبالتالي مجبور ابنك يخرج من القدس. القضية ليست قضية عددية، قضية وجود أبونا. نعم. بما فيه حتى موضوع المراسيم الدينية. نعم. يعني واضح جدا إسلاميا ومسيحيا عشان نكون واضحين. نعم. هي ليست تميز فقط ضد المسيحية، ولكن أيضا ضد المسلمين، إخواننا المسلمين. نعم. حاليا كنت في القدس أنا، وكنت في مكتب غلطة البطريرك ثيوفيلس الثالث. نعم. عندما كان لديه موعد مع مسؤولين الشرطة في بلدية القدس. نعم. بهدف إيجاد تسوية لأعداد القليلة اللي بدهم يسمحوا إلها أن تدخل إلى القدس يوم سبت النور. طبعا غبزة البطل تحديد أعداد، وبيحطوا لك أربع حواجز، يعني اللي بده ينزل عشان يوصل الصلاة يوم سبت النور اللي هو أعظم يوم بعد نهاية الصوم الأربعين الطويل. نعم. فهمت علي؟ بالإيمان الأرثوذكسي والإيمان المسيحي. نعم. بيمنعوك أنك توصل. أنا منعت أكثر من مرة، لأنه عندك حاجز باب الخليل، وعندك حاجز باب جديد، وبتدخل عندك حاجز قبل ما توصل البطرقية، وعندك حاجز ثاني في السوق القديم قبل ما تنزل إلى كنيسة القيامة، وعندك حاجز من عند جهة الكنيسة الكاثوليكية. نعم. فبالتالي من الصعوبة بمكان، وبقول لك نحن انتو كبطرقية بدنا نعطيك 350 تصريح، اعطي لك شخصيات 350 تصريح. الباقيين طبعا هم بيوزعوه زي ما بدهم، ولكن البطرقية هل تستطيع ان تتوافق وتتنازل عن حق المسيحي بممارسة شعائره الدينية؟ طبعا لا. كان موقف غلطة سيدنا واضح، انتو سووا اللي بدكم اياه ونحن نسوي اللي بدنا اياه، نحن لن نتساوم ولن نوقع على اي اتفاقية، نحن بدنا نقيم صلواتنا ونطلب على مستوى العالمي جميع المؤمنين اللي برغبوا حضور الصلاة الواجب عليكم ان تؤمنوا وصولهم وليس ان تمنعوا وصولهم. نعم. الى القدس الشريف. طبعا طلع بيان من سيدنا، حاولنا بكل جهدنا عالميا، ومجلس كنائس العالمي اكد لانه موقفه ثابت، حرية الوصول إلى الأماكن. نعم. لممارسة الشعائر الدينية هذه نقطة أساسية لا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال. فبالتالي من هذا المنطلق نحن نعاني بالقدس، وليس المعاناة فقط في هذا، المعاناة يومية سيدنا. نعم. المعاناة سيدنا وبالأخص في محاولات الاستيلاء على الأوقاف والعقارات بطرق ملتوية، إن كان هناك حتى أخطاء في بعض الإدارات الكنسية بيستغلوها للمصالح تبعتهم. حتى إذا ذهبت إلى المحاكم الإسرائيلية، والتي هي أنا أخجل أقول محاكم إسرائيلية، ولكن هذا واقع معيشي، وجب على من يقيم بالقدس أن يسير في هذا المسار. فهي محاكم سياسية وليست محاكم قانونية. القضايا القرارات جميعها قرارات سياسية. سياسية أمنية لسه أخف وطأة. قرارات سياسية بهدف الاستيلاء على مداخل الحي المسيحي بالقدس، هذا واضح حتى بالاحتلال والشرطة. تسهل للمستوطنين
بأنهم يوصلوا إلى ما يحققون. عندنا مشكلة دير مار يوحنا له سنوات، نعم. وعندنا مشكلة بدر الجديد، نعم. اللي استولوا قبل حوالي فندق بدر الجديد، نعم. قبل أسبوعين، نعم. والخطر قائم على البدر الكبير، والخطر قائم على الإمبيريال، والخطر قائم على كل الدكاكين والحواصل اللي بساحة عمر بن الخطاب. فبالتالي هذا لا يمكن لكنيسة منفردة ولا لمؤمنين منفردين ولا لأبناء القدس كافة الوقوف أمام هذا الوضع.